السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نوجدوا طويج بالمخ، يجي واش نقول لكم زاكي البنة ديالو من اروع ما يكون. نقدروا نستعملوا مخ غنمي ونقدروا نستعملوا مخ بقري. في كاسرونه درت الرند، الثوم، درت جومبو ميكس تاع مرق الخروف بالتوابل والاعشاب، هنا استعملت نصف الكميه. حطيت المخ اللي كان عندي يغلي مدة واحد الخمس دقائق، صفيته، نحيت له هذاك الغشاء، قطعته وحطيته بجه. جبت طنجرة حطيت فيها شوية تاع الزيت، وحطيت فيها سنينة تاع التوم اللي سكرفشتهم وخليتهم يتقلوا شوية. زدت معهم نص حبة تاع فلفل حار كيما راكو تشوفوا، وخليتهم للزوج يتقلوا حتى الريحة تاع التوم والحار يعني ولات تعبق. هنايا درت حبة تاع طوماطيش اللي نحيت لها القشرة ونحيت لها الزريعة وقطعتها مربعات. خليت كلش يتقلى بالطبع والشان، ودوك نروحوا للتوابل. أول حاجة درت نص باكي تاع مرق، هذا جومبو ميكس مرق الخروف بالتوابل والأعشاب، ودرت معاهم فلفل عكري، ودرت معاهم شوية تاع قصبر وشوية فلفل الكحل، هذا قصبر وهذا فلفل الكحل. يعني هذا طويجن يجي مختلف على العادة ويجي بزاف بنين. مرقت شوية خليتها تتقلى، ومن بعد زدت حطيت حبيبة تاع بطاطا اللي كنت فورتها، يعني البطاطا ديالي هنا طايبه. خليتها تاني كترفد الغليه، حطيت معها المخ ودرت لها شويه معدنوس وخليتها تتجمر على نار قليله، وهذه هي النتيجه. يعني المخ معروف انه المخ يجي صغير، لكن لو كان طيبوه بهذه الطريقه يجي زاكي، يجي بنين. البطاطا ديالكم فوروها بشويه تاع الملح، واش نقول لكم يجي طويجن من اروع ما يكون بنه. واش نحكي لكم، شهيدكم ان شاء الله في الجنه.